أهلين أهلين، معكم أخوكم هاشم من سوريا، واليوم رح أعيشكم شغلة كتير حبيتها. أنا إجيت من يومين لتونس مشان شغلة، فقررت إني أقضي يومين بمدينة اسمها طبرة. صدقوني جماعة، قد ما حكولي من قبل على تونس الخضراء وما كنت أتصور إني أعيش هالجمال قدامي، وقد ما سافرت بحياتي ما شفت هالجمال الطبيعي، يعني هالخضرة يلي عم بتشوفه بكل مكان هون، يلي متصل بالجبال مباشرة، بتلاقي البحر بجنبه، وحياة الله شي بيرد الروح، وبتحس حالك بالجنة يلي قال تونس الخضراء ما عم بيكذب. ألف شكر للكل الطاقم العاملين هون، وتحية كبيرة للشعب التونسي. بس ملاحظة شباب، هالأوتيل بس حابب قول شغلة، هالأوتيل اسمه على اسم المنطقة طبرقة أو طبرقة شي هيك، يعني عم بتشوفوا الخضار. بالمقابل هون بتلاقي البحر، مع انه اليوم الطقس مو منيح مشان تنزل البحر، بس شوفوا عم بشوفوا الجمال. وحياة الله هالمنظر ما شفته احنا بدول اوروبا قد ما سافرت بحياتي. يعني تحية، عم كرر تحياتي، وتحية كبيرة كبيرة للشعب التونسي، وخصوصا يلي العاملين هون بالأوتيل. أهلا وسهلا فيكم جميعا.